كما أود التأكيد على أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للكوميسا على تحقيق تطلعات شعوب دول التجمع. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية ومفوضية الانتخابات تعلن تقدم 98 مرشحا بأوراقهم. المملكة العربية السعودية تستضيف اليوم اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. مرحبا بحضراتكم ونتابع بعد الفاصل. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال قمة الكوميسا التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، دعا الجميع للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف التجمع على النحو الذي يخدم مصالح الشعوب. وبنهاية هذا اليوم المليء بالنتائج المثمرة والبناءة، اسمحوا لي أن أغتنم الفرصة قبل ختام قمتنا اليوم لأدعوكم جميعا للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف الكوميسا على النحو الذي يخدم مصالح شعوبها، كما نؤكد على دعم مصر الكامل ومساندها المستمرة لجميع الشعوب الإفريقية في مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري. وخلال أعمال القمة أطلق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية المتوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025 للكوميسا، التي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. الأخوة الأعزاء، ننتقل الآن إلى البند الخاص بإطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2021-2025 للكوميسا. السادة رؤساء الدول وحكومات الكوميسا، السيدات والسادة، إنه لفخر كبير أن يتم إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2021-2025 للكوميسا في ظل رئاسة مصر للتجمع، حيث تعكس الاستراتيجية النية الصادقة والسياسات الجادة للدول الأعضاء لاستكمال البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية لتعميق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول الإقليم، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لمواطني دول الكوميسا. ولقد قامت الدول الأعضاء بمعاونة الأمانة العامة للكوميسا من خلال سلسلة مطولة من الاجتماعات الفنية المكثفة لإعداد هذه الاستراتيجية، وذلك بهدف استكمال تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، وبما يتوافق مع أجندة التنمية العالمية والقارية، ويساهم في دفع حركة التكامل داخل منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاث: الكوميسا وجماعة شرق إفريقيا وجماعة تنمية الجنوب الإفريقي السادات. كان الرئيس السيسي قد أكد خلال كلمته في افتتاح القمة 21 لتجمع السوق المشتركة كوميسا أن جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن مصر وضعت استراتيجية خلال رئاستها تهدف للتكامل بين دول الكوميسا لتسريع وتيرة التعافي من هذه التداعيات في المنطقة. فبجانب التأثير المباشر للجائحة على صحة وحياة المواطنين، أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى بيئة الأعمال في مختلف الدول الأعضاء، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين، متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين، وتأثرت كذلك
سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع. وانطلاقا من هذه التحديات وفي ظل الدور المهم الذي تطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، فقد قامت مصر بوضع رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي. وأكد الرئيس السيسي أن مصر سوف تعمل بكل جهد خلال رئاستها لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية كوميسا للبناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالتجمع. وأود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس أندي راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة خلال تولي بلاده رئاسة الكوميسا، وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما أود التأكيد على أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء. وتسلمت مصر رئاسة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية كوميسا من مدغشقر خلال انطلاق أعمال القمة 21 التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. وعلى هامش القمة عقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع وإطلاق السيد الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. وعلى هامش أعمال القمة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، كما التقى سيادته فخامة الرئيس محمد يونس المنيفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، كما التقى سيادته السيدة شيلسي موبوندو كابيوبوي سكرتير عام منظمة الكوميسا.
حضر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام للكليات والمعاهد العسكرية. حضر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن معايير الاختيار تتم وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق في شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لاستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته، معرباً عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها. كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات، وناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين الإقليمية والعالمية، كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة في مختلف المجالات، مشيدا بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي لكافة الطلبة المتقدمين للاختبار. واختتم القائد العام للقوات المسلحة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الاختبارات رغم الإقبال الكثيف، وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات النهائية التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة. أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل بعد تقدم 98 مرشحا ومرشحة لخوض غمار السباق الرئاسي. وقال السائح إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في نشر القوائم الأولية للمرشحين لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء. واعتبر رئيس المفوضية أن هذه المرحلة أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي الذي يبشر بانتهاء مرحلة الفوضى والفساد والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار. أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يانكوفيتش استقال من منصبه بعد أقل من عام على تعيينه في يناير الماضي وقبيل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا، دون أن يبلغ أعضاء مجلس الأمن بسبب رسمي واضح لقراره المفاجئ. استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يانكوفيتش من منصبه قبل شهر من موعد انتخابات رئاسية مفصلية في البلاد. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك بالقول إن كوفيتش قدم استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فيما لم يعطي المتحدث جوابا واضحا حول أسباب هذه الاستقالة التي تأتي قبل شهر من موعد انتخابات رئاسية يفترض أن تطوي صفحة حرب شهدتها ليبيا مدة 10 سنوات. السيد كوفيتش قام بالفعل بتقديم استقالته إلى الأمين العام الذي قبل مع الأسف استقالته. الأمين العام يعمل حاليا على إيجاد البديل الملائم. نحن على دراية تامة بموعد الانتخابات المقررة في ليبيا ونعمل على قدم وساق لإتمام العملية الانتخابية بنجاح، بالإضافة إلى أننا نعمل على الوقوف على أرض صلبة في ليبيا، وجميع زملائنا هناك سوف يستمرون في العمل مع المؤسسات الليبية
الدولية في ضوء الانتخابات القادمة، فضلا عن التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي حاليا. وكوبش البالغ من العمر 69 عاما عمل وزيرا سابقا للخارجية السلوفاكية، كما شغل سابقا منصب مفد الأمم المتحدة إلى لبنان، ثم تولى مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي. وانقسم مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول مسألة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا، إذ طلب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب المفد من جنيف إلى طرابلس، فيما قال دبلوماسيون إن يان كوبش كان متحفظا على نقل منصبه. ويأتي انسحاب كوبش المفاجئ من الملف الليبي غدا إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر، حيث قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحا بينهم امرأتان. تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية بعنوان روسيا والعالم الإسلامي، ويشارك من مصر في الاجتماع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر. ويعقد الاجتماع هذا العام في مدينة جدة تحت شعار الحوار وآفاق التعاون، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين. قالت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية تتصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص. وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها في حمص أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر وستة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت له. فرقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق تظاهرة طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة دفع مخصصات مالية للطلاب كان قد تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية. إلى مواجهات قوية بين طلاب المتظاهرين وقوات الأمن في السليمانية بإقليم كردستان العراق، تحولت هذه الاحتجاجات المطالبة للحكومة المحلية باستئناف دفع بدل الطلاب الذي كان قد توقف منذ سنوات. قوات الأمن من جانبها أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق، وذلك بعد تجمعهم أمام جامعتهم في السليمانية وإغلاقهم طريقا سريعا يربط المدينة الواقعة شمال العراق بمدينة كركوك. نحن نطالب بالبدلات الخاصة بنا وبالسكن للطلاب المغتربين من مدن أخرى. في الواقع أصبحت الدراسة بلا معنى لأنه لا يوجد عمل، لكننا ما زلنا ننفق أموالنا الخاصة على التعليم على الرغم من حقيقة أننا لا نملك أي دخل.
ويطالب المتظاهرون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارا كانت تمنح للطلبة، ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد. وأوقفت السلطات الكردية جميع المزايا المالية للطلاب بسبب تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابية في عام 2014 وانخفاض عائدات النفط على مر السنين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتجع سوتشي أن موقف موسكو من التسوية الفلسطينية لم يتغير، وأن الحل لابد أن يكون على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي على أساس عادل يراعي مصالح الجميع. وأضاف بوتين أن بلاده مهتمة بحل الدولتين الذي يحترم مصالح شعوب المنطقة. ناقش مجلس السيادة الانتقالي بالسودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عددا من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الانتقالي عبد الله حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة يجب أن تركز على قضايا محددة على رأسها التحول الديمقراطي. محاولات جادة من جانب مجلس السيادة الانتقالية بالسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة منتخبة من الشعب. مجلس السيادة الانتقالي وصل اجتماعته لبحث عدد من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيم المجلس التي تطلع بمهام قانونية عليا. سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قالت في تصريحات لها عقب الاجتماع إن المجلس تناول أيضا استعجال تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المهمة وعلى رأسها قضية الشهداء. وتناول المجلس الأحداث التي وقعت في يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بقرض التحقيق والوصول للحقائق بأعجل ما يكون، ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف. ودعما للمسار السياسي الذي يعزز الأمن والاستقرار في السودان، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي، وأنها ستكون حكومة تقنقراط من كفاءات مستقلة، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا يمنحه كامل الحرية في اختيار الحكومة، مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل شهر يوليو من عام 2023. تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول غد الخميس، بينما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حربا بين القوات الحكومية وقوات تحرير شعب تيجراي. رويدا رويدا تتقدم جبهة تحرير شعب تيجراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومعها تتواصل دعوات دول العالم لمواطنيها لمغادرة البلاد في أقرب وقت. في هذا الإطار تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول الخميس المقبل، فيما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة البلاد في ظل تطور الأوضاع العسكرية هناك. وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد دعت رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت مطلع الشهر الجاري حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في سائر أنحاء البلاد، ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد في ظل تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم نحو العاصمة. وأرسلت أديس أبابا في نهاية العام الماضي قواتها إلى تيجراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي. وفي أعقاب معارك طاحنة أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد النصر في 28 من نوفمبر الماضي.
ولكن مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا في يونيو الماضي السيطرة على القسم الأكبر من تيغرية قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهارة المجاورتين، ويكونوا تحالفا مع مجموعات أخرى مثل جيش تحرير أورومو الناشط في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 719 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293,374 حالة. وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة. أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستبت في غضون بضعة أسابيع في طلب الترخيص لطرح أقراص ميرك المضادة لكوفيد-19 التي تسوق تحت اسم لاكفيريو في السوق الأوروبية. وأشارت الوكالة إلى أنها بصدد تقييم طلب الترخيص لطرح دواء لاكفيريو المضاد للفيروس في الأسواق. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تسجيل 700,000 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوروبا بحلول الربيع القادم، كما وصفت الصحة الألمانية الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا بالمأساوي. في وقت تثير القيود الصحية الجديدة غضب المواطنين الأوروبيين، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تسجيل 700,000 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوروبا بحلول الربيع. وإذا تحققت توقعات منظمة الصحة القاتمة، فإن عدد الوفيات جراء الفيروس في القارة العجوز قد يرتفع إلى 1.5 مليون حالة إلى 2,200,000 بحلول مارس عام 2022. في ألمانيا، وصفت الصحة الألمانية الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا بالمأساوية، داعية إلى فرض مزيد من القيود لاحتواء انتشار الفيروس، كما يأتي هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه الجيش الألماني إلى إضافة اللقاحات المضادة لكورونا إلى قائمة اللقاحات الإلزامية لجنوده. وفي فرنسا، سعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء حزم في مواجهة العنف المستمر في مدينة غوادلوب رغم تعزيزات الشرطة، مقترحة إجراء حوار لمواجهة الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالإجبار على التلقيح ضد كورونا. وفي مارتينيك التي تشهد منذ الاثنين الماضي اضطرابا عاما، ألقيت مقذوفات على عناصر أجهزة الأمن والإطفاء الذين استهدفوا مرارا بطلقات نارية من دون أن تسجل أي إصابات. ونتيجة تفشي الفيروس في أوروبا، نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بتجنب السفر إلى ألمانيا والدنمارك حيث يتسارع تفشي كورونا في موجة وبائية خامسة في أوروبا، ورفع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. أخبار السابعة متواصلة معكم من النيل ونتابع فيها بعد الفاصل. بايدن يعلن إطلاق تحرك عالمي منسق بشأن الاحتياطيات النفطية للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود العالمية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء موسعا مع المجموعة المالية هيرمس وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية من السعودية والإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة وهولندا وجنوب إفريقيا، وذلك لبحث فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار. وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
قام وزير الزراعة ومحافظ الفيوم والسفير الإيطالي بمصر بافتتاح المركز النموذجي لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية بمحافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال الافتتاح قال السيد القصير إن مركز تجميع الألبان تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 16 ألف طن يوميا، ويقام على مساحة 300 متر بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه ونصف، وتم تجهيزه على أعلى مستوى لاستلام الألبان وقياس جودتها. كما أكد القصير أن الوزارة قامت حتى الآن بتطوير 150 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الكهرباء على رأس أولوياتها. وخلال استقباله سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى مصر لبحث تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، أوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية للشبكة الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات. كما أشار وزير الكهرباء إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة. أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة لضخ 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للنفط في السوق الأمريكية لخفض أسعار الخام. وذكرت واشنطن أن هذا التحرك جاء بالتنسيق مع عدد من الدول بينها الصين والهند واليابان، التي تحدثت تقارير إعلامية عن أنها ستعقد مزادات على نحو 4.2 ملايين برميل من مخزونها الوطني. في محاولة لخفض أسعار النفط، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة لضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي في السوق الأمريكية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق. في الوقت نفسه قال بايدن أن هناك تحركا عالميا بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض. The big part of the reason Americans are facing high gas prices because oil producing countries. سبب ارتفاع أسعار النفط هو أن الدول المنتجة وشركات النفط العملاقة لم تسرع من إمدادات النفط بشكل الكافي لتلبية الطلب المتزايد عليها. الإمدادات على الأقل تعني أسعارا أعلى على مستوى العالم. أعلنت إطلاق نسبة كبيرة من احتياطات النفط الأمريكية الاستراتيجية حتى توفير الكميات المطلوبة منه في ظل تعافي البلاد من جائحة فيروس كورونا. هناك عمل تنسيقي مع بعض الدول سيساعد على تخطي النقص في المعروض. كذلك اعتبر الرئيس الأمريكي أن مشكلة ارتفاع أسعار البنزين تواجه العالم أجمع وليست الولايات المتحدة فقط. High gas prices. This is a problem. ارتفاع أسعار البنزين مشكلة ليست فقط في الولايات المتحدة بل في كل أنحاء العالم. لقد وصل سعر البنزين إلى مستويات قياسية في أوروبا وآسيا. دائما ما يكون مؤلما عندما يكون سعر البنزين في ارتفاع. لقد وصل ارتفاع سعر الجالون إلى 3.40 دولار للجالون. الحقيقة هو أن بلادنا تواجه أسوأ الأزمات الحقيقية من قبل. But the fact is we faced even worse spikes before. من جانبها اعتبرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهالوم أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستتراجع في الأسابيع القليلة القادمة كنتيجة لقرار بايدن. وفي تصريحات أدلت بها من البيت الأبيض، حثت الوزيرة شركات النفط الأمريكية على زيادة المعروض من النفط لمساعدة مساعي الرئيس لخفض أسعار البنزين للأسر الأمريكية. وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، ذكرت تقارير إعلامية أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 ملايين برميل من مخزونها الوطني في محاولة أيضا لتهدئة الأسعار. أخبار السابعة متواصلة معكم من النيل، ونتابع فيها بعد الفاصل. مدبولي يشهد افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.
مع حلول فصل الشتاء تعاني عشرات المنازل في قطاع غزة من آثار الحرب الأخيرة على القطاع، حيث تضررت نتيجة للهجمات الإسرائيلية، مما يجعلها تواجه مصاعب عدة. مع حلول فصل الشتاء أسفرت الأمطار الأخيرة في قطاع غزة عن تضرر عشرات المنازل المتهالكة جراء الحروب التي شهدها القطاع مؤخرا. قاعدين أنا والولاد على التلفزيون وشفنا أن المي بتكب علينا، هي كبت علينا من الظهر، الولاد كنسوا السطح وزبطوا ومشي وظلت كب، صرنا نحط نجر ونظلنا قاعدين، الليل زاد الأمور علينا وكبت علينا المي، ما عرفناش نقعد في الدار، والله اجي الجيران فزعونا، يعني وحياة الله الجيران فزعونا كشط معنا المي، يعني الليلة أسوأ ليلة عندنا يعني في الحياة، عمري ما شفت أسوأ من هالليلة. منزل المواطنة الفلسطينية غالية العطارة كغيره من بين عشرات الآلاف من المنازل التي دمرت في الحرب والتي استمرت 11 يوما في مايو الماضي. ما رحنا خطرنا تعمر هالدار ونظبطها، بس ما فيش معانا، يعني ما فيش معي قدرة، يعني فيش معي قدرة، يعني شبابيك شفتن خشب كلهن وهي المكسرات، يعني فيش عندي حاجة ساعد. بلدة بيت لاهيا القريبة من الحدود مع إسرائيل شهدت قتالا عنيفا في الحرب ودمر عدد من المنازل، في حين أصبح العديد من البيوت في حاجة لعمليات ترميم لمواجهة أي طارئ كسقوط كبير للأمطار. وزارة إسكان قطاع غزة أعلنت أن نحو 60,000 منزل في أنحاء غزة تضررت جراء الحرب، كما دمر أكثر من 1500 منزل بالكامل، مما يتطلب سرعة تقديم المساعدات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. يعني الدول مانحة تعبت من أنه يتم التمويل، يعني في بعض البيوت تم تدميرها 3 مرات، وبالتالي كل حرب يتم تدمير بهذه البيوت ثم إعادة إعمارها ثم تدميرها، فاليوم الوضع صعب، خصوصا يعني نلحظ يعني حالة ركود في العالم. والمعروف أن عملية إعمار منازل قطاع غزة في حاجة إلى 170 مليون دولار كي تعود المنازل لسابق عهدها. في مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء. وإليكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. We'll be right back.
شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون. وأكد مدبولي أن الصرح الفني الجديد هو أحد شواهد دعم القيادة السياسية لأدوات القوى الناعمة لدورها المؤثر في التنمية وبناء الأوطان. كما وجه رئيس الوزراء رسالة للفنانين والسينمائيين الحاضرين في الافتتاح بأن مصر تعتز بريادتها وأن الفن هو القوة الناعمة لمصر. ختام أخبار السابعة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. كما أود التأكيد على أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للكوميسا على تحقيق تطلعات شعوب دول التجمع. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية ومفوضية الانتخابات تعلن تقدم 98 مرشحا بأوراقهم. المملكة العربية السعودية تستضيف اليوم اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي. نايل دوت إي جي فيه المزيد من الأخبار دوما. إلى اللقاء.